11 يونس زاروخ، 11 طارق بندابو، 13 عبد الله صلحي الغالي القبط، 5 بدر غليان، 17 عزيز السويدي، 10 نور الدين الزيادي، رقم 15 صلاح مصلوح، ورقم 20 مصطفى فانوح. في الاحتياط واحد من الدول العراقي على حسين. بالنسبة لحكام هذا اللقاء، حاكم الوسط عبد الله العبد، نلعب الدقيقة 17 وتقريبا 20 ثانية. كوكب مراكشي لا شيء، الفتح الرباطي لا شيء، هناك سقوط الحارس محمد البوعبدلاوي، هذا المدرب الحالي هشام جدران، مدرب صغير السن، يأمل في أن يحقق نتيجة للفريق الرباطي. هناك كذلك لاعب رشيد بوريساي لنادي المولودية الوجدية، كذلك اللاعب الرحماني، محاولة فتحية تسديدة، هذه فرصة خطيرة، لكن اللاعب أيوب الخالقي يضيع فرصة قد يندب حظه عليها طوال الموسم. شاهدوا هذه الفرصة الضائعة، شاهدوا من الفرص الضائعة لنادي فتح الرباطي. الفتح الرباطي تضيع فرص عديدة وتضيع أهداف بالجملة في العديد من المباريات، وهذا هو حال الفريق الرباطي، يسيطر. وتغيير ثاني في نادي الفتح الرياضي الرباطي، سوف يخرج لاعب نور الدين زياتي، وسوف يدخل مكانه اللاعب رقم 11 عبد الكبير خير الله. اذا عبد الكبير خير الله، كرة رباطية الان، الوجه مرر الكرة، بحث عن اللاعب الشطيبي، وكذلك اللاعب الاخر وهو اللاعب خير الله، تسديدة قوية والكرة في العارضة، تسديدة قوية خطيرة عالية والكرة في العارضة، شمس الدين الشطيبي يسدد كرة، لكن العارضة تقول ترفض هدفا فتحيا رباطيا. شاهدوا معي كيف جاءت الكرة، تسديدة باليسرى والكرة في العارضة، أبرز أخطر أفضل أحسن فرصة في المباراة نشاهدها في الدقيقة 86. هذا ما كنا ننتظره، فرصة خطيرة تكون الوقت محسن للضيع، فرصة رباطية، محاولة تمرير، تمريرة عالية خطيرة ولو راسية، محاولة تسديد، ضربة بقصد، لكن ضربة بقصد لم تكن جيدة، كانت من اللاعب